أقول لك في يوم 17/7 تقريبا الساعة 6:15 فصار الحدث عندنا. كان الحدث في شهر رمضان. اضطرينا يعني أنا بقيت تحت في البيت تحت نايم. سمعت أنا صوت حاجة هيك زي كأني بحلم. طلعت على الشباك تاع البيت من بطلع في الشارع يمكن في حاجة صار إشي بالشارع. فلقيت في ناس سيكا متكومين في المنطقة هاي وناس سيكا بقولوا لي بأشروا لي بقولوا في حاجة عندكم على سطح صارت فوق. طلعت جريت لقيت الأولاد بالفعل هان كلهم مكومين وحملت اثنين من اللي استشهدوا رحمة الله عليهم ونزلت فيهم أجري حتى عباب البيت تحت ما قدرتش حتى مع الموقف والصدمة ما قدرتش أقف على رجلي نزلت وقعت حتى وغمي علي ما هدول عشان نوريهم للعالم ايش مضاره اللي بيقولوا صاروخ زنانة. هذا الصاروخ اللي بيقولوا عنه صاروخ زنانة استشهدوا 3 أطفال بسببه أبرياء ما لهمش ذنب. والأطفال هدول حماس أطفال 9 سنوات و8 سنوات حماس اللي بيلعبوا عند الحمام أطفال أبرياء. أنا نفسي أشوف كيف إذا كان عندهم تسجيل وهذا كيف ضربوهم لأولاد هذا نفسي أشوف كيف اللي بيقولوا حماس. صوت زنانة تسامع في زنانة هذاك الصوت سريع وقوي أقوى من الزنانة هذه الزنانة.